نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم من البيت. دائما احنا نحن حق الاكل الشعبي القديم الكويتي. معانا شخصيه اليوم وايد يتفنن بالاكل القديم يسويه بحذافيره. نرحب باسمكم العم محمد المتعب. ابو عبد الكريم محمد المتعب. نرحب فيك ابو عبد الكريم ويانا في منيو البيت. وهذا ساعة مباركة عمي. ساعتنا أبرك يا أخي، ساعتنا أبرك إن شاء الله، وإن شاء الله الطبخة تعجبكم اللي بنسويها اليوم. اليوم عمي ويانا، واليوم تقول لي شنو عندنا اليوم الوجبة؟ والله اليوم بسوي لكم مرق بامية وعيش شعرية. زين. وإن شاء الله يعجبكم. فنبتدي مرق البامية، فالعيش الشعرية والمرق البامية راح أطبخهم نفس الوقت يعني. إيه شغل أول ما في أي تغيير ها؟ لا ما في أي تغيير يعني. وأنا أقول لك شنو شغل أول إيه؟ طبعًا الحين شوف وإحنا نطبخ إيه؟ راح أقول لك أول بأول. زين عمي، شو مكوناتها مرقة البامية؟ مرقة البامية شوف، البامية تحب الثوم. تمام. إيه يعني بس ثوم وكركم وبهار لحم حق اللحم يعني. إيه؟ بس غيره ما في. في ناس يحطون يعني يحطون لومي أسود، في ناس يحطون إضافات. إيه؟ مرقة البامية حق اللحم هذا الأصل. إيه؟ في ناس قاموا يسوون مرقة بامية على دياي، مرقة بامية على هذا، في ناس يضيفون بطاط، يضيفون جزر. إيه؟ هذه ما تصلح، مرقة بامية بامية وخلاص. بس هذه جديدة يعني. إيه هذه على أساس أن أنت تستمتع بالبامية وطعم البامية. فالبامية هي مثل ما قلت لك، البامية يقولون تعشق الثوم والكركم. إيه؟ البامية وعندنا طماط ولا معجون طماط؟ هذا لا، هذا طماط مطحون بالخلاط. اي بالخلاط. إيه بالخلاط. وبصل كنا فيه. اي هذا بصل اول حميس عشان نحمس اللحم. إيه؟ وشويه كزبره عشان زفره اللحم، بس هذه هي. ونخلي اللحم يعرق شوي. إيه؟ شوي بعدين عاد نضيف عليه المكونات. إيه؟ وانت معاي تشوفهم. وبعدين نفس الوقت نسوي العيش الشعريه. إذا نبتدي أول شيء نعمل أول شيء؟ أول شيء نجيب الدهن، أول شيء نشب الجدر. إيه. يا توكل على الله. إيه. بسم الله. فهذا. إيه. نشب الجدر ونجيب الدهن. إيه. نأخذ الدهن. عطني أساعدك. هذا الدهن هني. إيه. عرفت شلون؟ إيه. قول ليش أنا أساعدك حاضر. فحطينا الدهن. دهن نباتي هذا طبعًا. أو زيت نباتي. أنا أحط سمن يعني. أي سمن. سمن ألد يعني. أي. وأحسن. فنقوم نضيف الخلطة هذه مثل ما تشوف. اللي هي عبارة عن شنو؟ بصل. أي. وراس ثوم وورقتين قار بس. أهتر. هذا هو. ودارسين أعتقد فيه؟ لا دارسين إحنا ما أنا ما أحط دارسين بس حاطينه بالغلط. أي. إيه فهذه. على اساس ان ما تضيع انت طعم الباميه. اي زين. فتحط البصل وراس الثوم مثل ما قلت لك كذي، ف تحطهم كذي، تحط لك ورقتين قار بس. ايه؟ الدارسين ما خلوا قاعدين الدارسين عقب ما ينحط. ايه؟ هذا زين. على اساس ان ما تضيع طعم الباميه فتحمسها شوي. إيه؟ يعني على اساس انه بس يشوقر. إيه؟ وياخذ لون. إيه؟ الـ الـ الحمسه. إيه؟ طبعا احنا نحط مكعب خضار. إيه؟ خضار. إيه؟ وياه اساس يعطيه نكهه. إيه؟ هذا المكعب. إيه؟ الزين فيه. إيه؟ هذا انا اخذ مكعب الخضار اللي فيه زعفران. زعفران. إيه؟ على اساس انه يعطيك طعم. إيه؟ الحين احنا يعني مثل ما قلت واحنا نحمس البصل. زين. نحط اللحم. ايه. ايه. اللحم تحط له الحمه كذي، ها مغسول. نحط اللحم. ايه. ونحمس اللحم. ايه. فاللحم هم فيه يعني الشحم. ايه. شوي ياخذ من ينزل الدهن ماله. ايه. على اساس حق الحميسة يعني. إيه؟ هذه هي. فلما نحمسه شوية بس ياخذ شوية لون.
وعلى اساس انه هم ما يلصق ويحترق، شوي شوي ننزل من الطماط المخلوط شويه، يعني مو وايد بس شويه عشان يعطي الماي انه ما يلصق. اي تمام. اي هذه هي. فنحط الطماط شويه وتشوف الحين عاد تبتدي الريحه تطلع. تبتدي الحين الريحه قام تطلع، تفاعل البصل مع اللحم والطماط والريحه صارت ما شاء الله. اي ف شوي شوي تشوف اللحم الحين شويه اخذ لون. اي لما ياخذ لون نحط بهار اللحم. اي هذا بهار مشكل ها عمي هذا؟ اي هذا بهار اللحم، هذا مشكل. اي طبعا ملح ما نحط عشان ما يبس اللحم، نحط كركم. اي كركم ونحط ثوم. ثوم. اي هذا ثوم مطحون مثل ما تشوفون. اي وبعدين عاد نحط شويه كزبره. ايه. على اساس تكسر زفره اللحم بس. ايه. لان الزفره قصدي الكزبره. ايه. بعدين خلاص يروح طعمها، يعني ما ياثر على طعم الباميه يعني. فكذي نحمسها نقوم عاد نحط الحين الطماط كله اي كله ونقعد نحمس. إيه. نحمسه بدك الثوم تطلع عمي ها. اي اي إيه. بدك الثوم بدك تفاعل مع إيه. الطبخه اي إيه. تطلع على شويه على ريحه اللحم. اي فالثوم الحين مثل ما تشوف فنقعد نحمسها. فمن تشوف شوي يعني هذا طبعا احنا شو نسوي؟ نقوم نخليه بس يعرق اللحم. كم نخليه على النار؟ نخليه نقصر عليه شوي، عرفت شلون؟ على اساس انه بس ياخذ طعم البهار وياخذ ياخذ الطماط. ايه؟ يعني يتسبك معاه شوي شوي. زين عمي تعتقد كم تطول الطبخه الحين اللحم على التشوله؟ كم؟ 5 دقائق 10 دقائق؟ لا هذه شوف انا الحين اقول لك الحين جايك الحين. ايه؟ الحين شفت اللحم الحين حطيناه. ايه شو نقوم نسوي؟ الناس يقول لك متى بتحط الباميه ومتى بتحط الملح. اللحم لما يستوي مره واحده تحط الباميه، الباميه ما تخليها اكثر من 20 دقيقه. تمام. زين عمي اللحم والملح كم يبيله؟ اللحم يطول، اللحم يبيله تقريبا ساعة، ساعة ونص. ساعة. يا جماعة نطلع فاصل، نرد لكم بعد شوية. والحين عندنا العيش. نحط أول شيء زبدة. اي. طبعا هذا حق عيش شعرية. لما نحط الزبدة يعني عيش أبيض. عيش الشعرية ما في أسهل منه. فنجيب الشعرية أول شيء إيه؟ ونحطها مع الزبدة. إيه؟ ونحط مكعب خضار. إيه؟ ونقعد نحركها لما طبعا تشرب الزبدة. إيه تأخذ لون. إيه؟ يتغير لونها، يصير لونه بني شوي شوغر. ايه فهذا هو ويذوب المكعب. ايه فامورها يعني سريعه. هذه العيش الشعرية هذه اسرع منها ماكو. ايه زين. ايه يعني هذه 10 دقائق وخلاص تستوي يعني. هذا تجيب العيش تضيفه. دير بالك دير بالك. لأنه تغير اللون. ايه. نخليه على نار هادية عقب ولا نضيف ماي؟ ها؟ لا لا نحط عليه ملح ونحط عليه ماي. ايه.
ولازم تخلطه لان الشعريه تحت ف عشان كذي لازم اخر قطره من العيش تنحط داخل الجدر ها؟ لازم ما في شيء يضل داخل ما في شيء يبقى برا و عظيمة. وهذا الحين الملح نحط على الملح ها؟ نحوس الشعريه مع اي لان الشعريه تحت اي فلازم تختلط مع العيش زين عم ايش رايك نطلع فاصل نرجع لهم بعد ربع ساعه خلاص على راحتك بعد ربع ساعه يلا الحين بنحط على المرق المعجون الحين بعدين ملح عدل الحين نحط المعجون ايه؟ الملح اخر شيء طبعا تفضل ايه الملح اخر شيء ايه؟ نحط المعجون ايه؟ انت شفت انه يعني مثل ما تقول قلنا الحين طاف على اللحم مده طويلة واستوى ايه؟ فنحط المعجون الريحه خيال ما شاء الله عليك سلميتك والله الله يسلمك الله يسلمك الريحة شيء فاخر انزين هذه الحين حطينا المعجون نجيب البامية ونحطها عظيم ايه حط البامية زين ونجيب ملح ماي ولا ملح؟ ملح ملح بس الحين هو احنا نفضل ملح الخشن خشن افضل؟ اي خل استهنين سولف وياك اي ملح الخشن ملح اي نحط شوية ملح عليه حبيت العلبة هذه ايش يسمونها العلبة؟ طاسة طاسة قديمة اي طاسة ملح اي فهذه نحط عليه ملح ها ونخليه شوف هذا العيش بدأ يشرب ايه. فش نسوي بالعيش نسكر عليه نسكر عليه ونقصر عليه مرة واحدة نخليه خفيف كلش زين خليه يستوي يبي له هذا 10 دقائق خلاص وهذا البامية خلها راحته نسكر زي. عليه عم المرق منحوسه هلا هو البامية ينزل روح. عرفت شلون اي من البخار ويستوي اي عطيه اي وبعدين عاد مثل ما قلت لك هذا بربع ساعة اي زين هم عشان خاطرك يعني نحوسه شوي زين ربع ساعة ويكون كله يعني مستوي ان شاء الله خلينا نغلق الجهة الثانية عمي كذي عرفت شلون ان شاء الله بروح اطخ الباميه اي بس خلاص انزين اي موعدنا مع النشار وصلنا لاحلى فقره وهي فقره النشار عمي ما شاء الله العيش نثري ما قلت اللحم خاثرة ها؟ اي الحمد لله. مشكل وايد؟ العفو. ما قصرت؟ العفو. اكرمك الله. هني وعافية وحياكم الله بأي وقت إن شاء الله. مشكل وايد؟ أشوفكم إن شاء الله مع بيت جديد ومطبخ جديد وضيف جديد. مع السلامة.